بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، أقدم لكم فيديو فيما يخص حل معادلة من درجة ثانية ذات المجهول العدد المركب. إذن كما راكم تشاهدوا، إذن الأعداد المركبة المعادلات من الدرجة الثانية. التمرين أقرأ لكم مضمون التمرين. أولا، الجذرين التربيعين للعدد المركب 3 زائد 4 اي. ثانيا، حل في مجموعة الأعداد المركبة سي المعادلة ذات المجهول زد التالية: زد مربع ناقص 2 ضرب في 1 زائد 2 اي زد زائد 9 زائد 20 اي يساوي 0. إذا أولا نحوسوا على الجذر نتاع 3 4 اي. وشنو الجذر؟ هو أولا نفرض أن 3 زائد 4 هي ألفا زائد بيتا ولكن مربع. إذن الجذر تاعو شنو؟ الجذر تاعو هاكم تشوفوا الجذر تاعو هو هذا. الجذر تاعو الجذر تاعو هو هذا الشيء. هو تمدلنا هذه هلا ستيوزيو. لهنا ننشر الفا زائد اي بيتا مربع. كي ننشرها واش يمدلنا؟ الفا مربع. لهنا نستعملو أ زائد ب مربع يساوي أ مربع زائد 2 أ ب زائد ب مربع. هذه علاقة مألوفة معروفة عادية. واش تمنى؟ أن ألفا مربع زائد 2 ألفا بيتا إي زائد اي مربع بيتا 2. معناه الفا مربع زائد الفا لك اي ناقص بيتا مربع. له لان اي مربع هي ناقص 1. هذا العبارة هذه تساوي 3 زائد 4 بس كنا درناها. إذن ألفا مربع ناقص بيتا مربع يساوي 3 لأن بالمطابقة بعد المطابقة. واثنين ألفا بيتا يساوي 4. نختزلوا تولينا ألفا بيتا تساوي 2 وألفا مربع ناقص بيتا مربع يساوي 3. هنا من العلاقة 2 هاي العلاقة 2 نستخرج ألفا تساوي 2 على بيتا. بعد نعوضها في هذا في الواحد. مدينا 2 على بيتا مربع ناقص بيتا مربع يساوي 3. أي هذه العبارة تولينا بيتا أس 4 قوة 4 زائد 3 بيتا أس 2 ناقص 4 تساوي 0. هنا
عندنا طريقة واحدة اللي نقدروا لهنا نحلوا هذه المعادلة أو معادلة ذات القوى رابعة، معادلة من الدرجة رابعة. هي نعوضوا بي مربع نديروه جرون بي، يعني بي كبيرة. حرب هذا العبارة هذه وهذا المعادلة ثلاثة تولي المعادلة أربعة، تولي بي بي مربع زايد ثلاثة بي ناقص أربعة. نعرفوا نحسبوا المميز نتاعها، مدينا 25 يعني خمسة مربع، والحل الأول هو بي واحد هو واحد، وبي اثنين هو ناقص أربعة. إذا نوليو الفرض نتاعنا، الفرضية نتاعنا اللي درناها في الأول، بي واحد هي بي بيتا واحد مربع. معناه إذا كانت بي واحد تساوي واحد، لنا نتوصلوا إلى الحل نتاع بي واحد مربع يساوي واحد. معناه بي واحد عندنا جذرين، يعني زايد واحد وناقص واحد. إذا كان بي ان يساوي واحد، معناه ألفا ا تساوي اثنين على واحد هي اثنين، اخترنا في اثنين على بيتا، لأن ألفا هي اثنين على بيتا سابقا. إذا كان بيتا واحد يساوي ناقص واحد، ألفا واحد هي ناقص اثنين. بي اثنين تساوي بيتا اثنين مربع، معناه ناقص ربع. ونعرفوا ان هنا الناقص نعوضوه بالاي مربع. تمدنا اذن زوج حلول، بيتا اثنين تساوي اثنين اي، وبيتا اثنين تساوي ناقص اثنين اي. في الحالة الاولى هي ناقص اي، وفي الحالة الثانية هي اي. دوك نحلو المعادلة المطلوبة في التمرين. المعادلة راكم تشوفوا لهنا، حل المعادلة نبداو في الحساب تاع المميز تاعها، هي دلتا هاهي ها بي دو موا كاتر سي ربعة سي، توصلوا إلى بعد النشر وتوصلوا إلى ناقص 48 ناقص 64 اي. نديرو لهنا ناقص 16 كعامل مشترك مضروبة في 3 زايد 4 اي. إذن الناقص هذا نعوضوه بالاي مربع، تودينا 16 16 اي مربع مضروب في 3 زائد 4. إذن جذر لهذا الدلتا، الجذر تاعو هو 4 اي، ولكن جذر لثلاثة زائد 4. ونعرفوا جذر ثلاثة هو الفا زائد اي بيتا، لحسب القيم تاع الفا وبيتا. إذا كانت الفا تساوي 2 وبيتا تساوي 1، جذر الدلتا هو ناقص 4 زائد 8 اي. إذا كان ألفا تساوي ناقص 2 وبيتا تساوي ناقص 1، جذر الدلتا هي 4 ناقص 8 اي. في الحالة إذا كان ألفا تساوي اي وبيتا تساوي ناقص 2 اي، معنى جذر الدلتا يساوي ناقص 4 زائد 8 اي. وإذا كانت 4 ألفا تساوي ناقص اي وبيتا تساوي 2 اي، جذر الدلتا يساوي 4 ناقص 8 اي. إذن يوجد حالتين، جذر ثلاثة حالتين. هذه الحالتين راح نطبقها في حساب الجذرين زد واحد وزد اثنين. زد واحد هي الحل للمعادلة من الدرجة الثانية،
زاد واحد هي لنا ناقص بي، ناقص بي لنا زايد ناقص ربعة زايد ثمانية اي. بعد النشر والاختزال نتوصل الى واحد زايد ستة اي. ولكن كلا حالة اخرى كي نطبقوا ربعة ناقص ثمانية اي تمدنا زاد فتحة لي واحد، يعني تمدنا ثلاثة ناقص اثنين اي. فيما يخص الجذر الثاني في ثاني زوج حالات زاد اثنين وزاد فتحة اثنين، لهنا نستعمل النقص كما لهنا استعملنا في البداية سابقا الزايد، أما لهنا الزايد الزايد لهنا استعملوا الناقص. بعد النشر والاختزال توصلوا ثلاثة ناقص اثنين اي، ولنا ناقص واحد زايد ستة اي. إذن الخلاصة قداش كاين حلول؟ المعادلة تقبل حلين، ما كانش فيهم أكثر من ذلك. زاد واحد هي ثلاثة ناقص اثنين اي، وزاد اثنين هي ناقص واحد زايد ستة اي. وأرجو منكم أن تعيدوا هذا التصحيح بمفردكم ولا تشاهدون الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.